مرة ثانية بشأن الرسائل الواردة بخصوص ملف الغذاء والدواء. بالنسبة للدواء هناك إطارين، إطار داخل وزارة الصحة وإطار الدولة. وزارة الصحة نعم ما عندك عصا سحرية، مو مطلوب منك يكون عندك عصا سحرية، ولكن يفترض أكو فكر. وإحنا ما نحمل الأخوة معالي الوزير المسؤولية هذه، ولكن يفترض الحل. البيان اللي قراه الآن كان هذا المفروض التصريح يصير، وليس قضية عصا سحرية أو غيره. واحد، أيضا مطلوب منك الأخ معالي وزير الصحة، روح شوف الآن في مخازنك في وزارة الصحة الأدوية، متى شريتوا هالأدوية ومتى تنتهي صلاحيتها؟ إيش كثر أموال قاعد تصرف على هذه المسألة؟ والتوالف من هذه الأدوية كم تكلف الدولة كل سنة؟ روح طالع هذه. ربط الأجهزة والمستوصفات والمراكز الصحية فيما بينها. أنا أستطيع أني أروح المستشفى الأميري، عندي ملف أخذ أدوية، وأخذ نفس الأدوية من المستشفى الصدري الحين أنا وغيري. أكو مافيات للأدوية قاعد تضغط عليكم. يفترض مسألة الأدوية تنحل داخل إطار وزارتك بالبيان اللي حضرتك قرأته، وأكو أمر آخر خارج هذا الإطار. يا جماعة، المشكلة دولية نعم، مشكلة عالمية نعم، واضح. حل المشكلة شلون؟ الأخ مساعة الحجرف يقول عن قضية الاستثمار، أكو الهيئة العامة للاستثمار، أكو التأمينات الاجتماعية، أكو كثير من أجهزة الدولة تستثمر في الأموال. أليس يفترض أن نوجه جزء من هذا الاستثمار للقضية الصحية اللي هي صايرة معضلة عالمية، خصوصا عقب جائحة كورونا؟ يفترض أموالنا تروح ونؤمن نفسنا بالخارج، بحيث متى ما طلبنا هذه الأدوية نحتاجها توصل لنا على وجه السرعة، ويكون لنا رأي وضغط في مجالس إدارات هذه الشركات بأن لنا حصة من هذه الأدوية. هذا يفترض يكون، والموضوع مو عندك يا أخ معالي وزير الصحة، ولكن متى تكون عندك في برنامج عمل الحكومة وخطة الدولة أن يا جماعة بنوجه استثماراتنا فيما نستحقه في الدولة. هذا واحد. التركيبة السكانية جزء من مشكلتك في الأدوية. التركيبة السكانية، شو ما حيسولف عن هذا الموضوع. هل الحكومة قادرة تعالج هالمشكلة؟ مي قادرة. أنتوا قادرين تستوعبون أهمية المسألة في الأمن الغذائي، الأمن الدوائي، الأمن السياسي، الأمن الاجتماعي؟ ما احنا كورونا قبل كم سنة، سنتين مو بعيد، واجهنا مشكلة وادعينا أن احنا راح نعالج التركيبة السكانية عقبها. إلى الآن ننتظر قرار من الحكومة. ما تقدرون يا الحكومة، لأسباب وايدة، واحدة منها السياسة والبروتوكولات السياسية. تأتيك دول تضغط عليك، اترك هالمسألة عندنا، خلنا احنا نعالج لك التركيبة السكانية من خلال القانون. احنا نحد لك شكثر من الفئات من الوافدين وغيره. اليوم التركيبة السكانية والوافدين يستهلكون 3/4 مقدرات الدولة، من دعوم، من غذاء، من أدوية، غير الجانب الأمني الخطير. ما هو هذا يتعالج هناك، والمسؤولية أكبر من وزير الصحة، مسؤولية مجلس الوزراء. فكروا مع بعض ونؤكد، ترى مسألة التركيبة السكانية والله العظيم ما تقدرون، لأسباب سياسية مرتبطة بدول وعلاقات دولية، خلوها عندنا. وأي ضغط يمارس على الحكومة يكون ما يحصنك هو القانون. نحن مجلس الأمة نحصنك، مو بكيف أحد يلعب في تركيبتنا السكانية، ومو بكيف أحد هني عندنا يخاطر بمستقبل البلد في التركيبة السكانية. هذا جزء منه. وعلاوة على هذا، الأخ وزير الصحة، أكو ناس في الأجهزة، الوزارة تشتري أجهزة بكراتينها تخلص ما تستخدم، ونوقع على عقود صيانة. وأحد المهندسين في وزارة الصحة اشتكى، إلى اليوم طقوا وناشبوه وحاربوه ودخلوا على راتبه وخصموا منه، والموضوع وصلته إلى مكتب سمو الرئيس. ما هكذا تدار الأمور في الدولة،
والموضوع أكبر منك أكبر.